تابعنا اليوم حملة تبليط في منطقة القطعة 10 قوجاق التي نفذت ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لسنة 2018 التي تم المباشرة فيها طبعا بوقت قياسي. نشكر طبعا الكادر المنفذ، الشركة المنفذة نفذت بوقت قياسي وبمواصفات عالية ونوعية جيدة. الحقيقة يعني هذا المشروع من ضمن عدة مشاريع في مدينة الموصل تم المباشرة فيها خلال الأشهر الماضية. إن شاء الله سيتم تغطية كافة أحياء الموصل. نوعد أهالي الموصل بإن شاء الله حين ورود تخصيصات إضافية سيتم تغطية كافة الأحياء، كافة المناطق تبليطها للوصول إلى مدينة أجمل إن شاء الله. هذا المشروع الذي تمت فيه المباشرة وإنجازه والوصول فيه إلى مراحل متقدمة خلال فترة قياسية تقدر بحدود الشهر أو أقل من الشهر، تم تحقيق هذه الزيارة وتم الاطلاع على العمل الذي تبين أنه منفذ وفق المواصفات المثبتة في جداول الكميات. هذه الأعمال هي من ضمن مجموعة من الأعمال تنفذها مديريتنا في الجانبين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى الأعمال تنفذها حاليا مديريتنا في المدينة القديمة. هذا المشروع تضمن أعمال التسويات الترابية وأعمال القاعدة للقالب الجانبي بطول 5000 متر طول تقريبا، بالإضافة إلى أعمال التبليط بالطبقة الأساس الاستابلايزر بحدود 16000 متر مربع. إن شاء الله ماضين قدما في تبليط جميع الشوارع في المدينة على مستوى الأعمال والمشاريع، أما على مستوى فرق الصيانة مستمرين نحن صباحا مساء في معالجة الحفر والتكسرات الموجودة في الشوارع الرئيسية. حاليا بدأنا ندخل إلى بعض المناطق لمعالجة هذه الحفر في المناطق الداخلية. إن شاء الله مستمرين في تأدية واجباتنا، ونهيب بالمواطنين التعاون مع كوادر وفرق البلدية في الحفاظ على هذه المنجزات التي تتحقق على الرغم من ضعف الإمكانيات. أول شيء يعني من أهل المنطقة، من هنا قديم ساكن، وكنا نعاني معاناة حيل بشكل قلة الخدمات وهذه، وإحنا نشكر مدير بلدية الموصل من على التبليط وعلى الكهرباء اللي سحبنا إياه والماء، وكنا نعاني بشكل بشكل عانينا من هذه المنطقه. هاي المنطقه احنا نسميها الجمعيه، بس هي الاعلاميين حاليا نسميها قرب منطقه الكرامه مقابل الانتصار.